البداية دعونا نعرف ماذا لدينا هنا. موز، برتقال، بطيخ، تفاح، فراولة، عنب. موز 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 موز. أين البطيخ؟ بسرعة ساعدوني، الوقت سينتهي. هل عرفتم أين هو؟ نعم نعم، أحسنتم يا أصدقائي، البطيخ في البيضة الصفراء. يا محمد، شكرا لكم. يمكن أن تكون الفراولة. هيا يا أصدقائي، أين الفراولة؟ بسرعة ساعدوني، الوقت سينتهي. هل عرفتم أين هي؟ نعم نعم، أحسنتم يا أصدقائي، الفراولة في البيضة الصفراء. أنتم أذكياء حقا، شكرا لكم. الوقت سينتهي. هل عرفتم أين هو؟ نعم نعم، أحسنتم يا أصدقائي، الموز في البيضة الحمراء. أنتم أذكياء حقا، شكرا لكم. بكل أصدقائنا في كل مكان. الآن أصبح بإمكانكم الظهور على قناة أناشيد الروضة على اليوتيوب. سجلوا فيديوهاتكم وأنتم تتابعون أو تنشدون مع أناشيد الروضة، وأرسلوها لنا على الواتساب رقم 966 55 631 3696. لا تنسوا أيضا أن ترسلوا بياناتكم، وسنكون سعداء بمشاركتكم وتفاعلكم معنا.